بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل كفرش اريا لعنصر، وليكن مثلا سبرينكلر او لايتنج او اير تيرمينال او اي حاجه، عايزين نشوف اذا كان في منطقه مش تغطيها ولا لا. فانا هعلم عليها واقول له اديت فاميلي، هاجي هنا اقول له انا عايز ادخل في الفلور بلان، ده الفلور بلان الخاص بالفاميلي. اجي هنا في الانوتيت اقول له ارسم لي شكل بسيط كده من المركز، خلينا نرسم دايرة. اقول له 2300 مثلا، يعني 2 متر 30، ده كويس لل كفرش اريا. طيب انا دلوقتي عايز احكم اذا كانت دي تظهر معايا ولا ما تظهرش، فهدخل هنا في البروبرتيز الفيزيبل، متعلم عليه صح اعلم عليه غلط. هاجي هنا اقول له اعمل لي بارامتر خاص بان دي تظهر او ما تظهرش، واسميها كفرش اريا، واقول له النوع بتاعها طيب، واقول له اوكي اوكي الدوت خاص فيزيبل، مبقاش اكتف ومتوقفه على ان البارامتر ده شغال ولا لا. اقول له انت بروجكت اند كلوز، واقول له اوكي. فبيسالني عايز سيف الفاميلي دي بره المشروع، فبقول له لا واقول له حملها في المشروع. دلوقتي بقى كفرش اريا، فبشوف اذا كانت في منطقه مش متغطيه ولا لا. في منطقه هو زي ما شايف ممكن تكون متغطيه بفاميلي تانية او برايت مش بندت. فانا هاجي دلوقتي عايز اخفي الكفرش اريا، اشيل العلامه من هنا واقول له اوكي. تمام كده مظبوط؟ لا مش مظبوط. ليه بقى؟ في الواقع العملي لما هتيجي هنا تيجي تعلم على البايب ده، مش تيجي تعلم معاك، ده بيتعلم على السبرينكلر. يعني انا باجي هنا عايز اعلم على اللاين، فبيتعلم على السبرينكلر. ليه؟ لان الكفرج اريا بتاعتها لسه موجوده، واخد بالك؟ فانا هعمل ايه؟ هقول له اديت فاميلي الغيها خالص، يعني خلاص اتاكدت وعرفت المكان الغيها عشان اعرف اشتغل، عشان ما حدش ما تشتغلش معاه ويقعد يدعي عليا بقى واحنا مش ناقصين. فاقول لك اوكي نو واقول له شغل. فدلوقتي هتلاقي خلاص الكفرش اريا اتلغت، وتقدر تعمل سيلكت على البايب عادي زي ما انت عايز، والسبرينكلر عادي زي ما انت عايز. تمام، وادخل الغي البرامتر اريا لان خلاص هيبقى وجوده بيتقل البرنامج نسبيا يعني.